اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات. في حلقه النهارده هنتفرج على ملكه الفخامه بالنسبه لفئه وحوش الدفع الرباعي. هنتفرج على الملكه الانجليزيه رانج روفر فوج 2020 بايوجرافي بزنس ستايل. السياره دي فيها كميه اوبشن وكميه فخامه هنعتبرها كلاس لوحده، وبعد منها نبدا نقيس السيارات من ناحيه الفخامه والكماليات. سياره سعرها في مصر 4.5 مليون جنيه. ولو انت حابب ان انت تحصل على السياره دي بعد ما تتفرج على الريفيو الكامل بتاعها بسعر عليه تخفيض خاص بعشاق السيارات مع سام غنايم، ممكن تتواصل معنا من خلال رقم التليفون اللي موجود اسفل الفيديو. دلوقتي هنبدا نعرف مع بعض ايه المبرر لسعرها ده، وكمان هنعرف مع بعض ليه انا اطلقت عليها الملكه الانجليزيه او ملكه الفخامه بالنسبه لوحوش الدفع الرباعي. دلوقتي يلا بينا نبدا الريفيو بتاعنا، واوعدكم هيكون ريفيو مميز جدا، وتابعوه للنهايه. يلا بينا. اضرب بدلتك الجديدة وتخيل نفسك معايا لمدة نص ساعة بس في حياة بيزنس مان، حياة الرفاهية المطلقة. الشوفير بتاعك بيفتح لك عربيتك الجديدة الرانج روفر فوج 2020 الأوتو بايوجرافي، وبعد يوم عمل طويل بتدخل مكسورة مصممة خصيصا ليك، وبتظبط الكرسي بتاعك على وضع كومفورت، ويبدأ يتعمل لك مساج مع تبريد وتسخين للكراسي. تبدأ تفتح الفريجدير بتاع عربيتك، تاخد المشروب البارد بتاعك، وتبدأ رحلة المتعة، رحلة الرفاهية، مع عزل صوتي كامل للطريق ونظام صوتي من 29 سماعة هيحقق لك صوت سراوند خطير. أكيد هتحب تتابع شغلك، كونسول كهرباء بيبقى قدامك، ومن خلال اللاب بتاعك بتتابع العمل بتاعك. رحلة من المتعة، إلا أن لكل بداية نهاية، إلا أن رحلة رانج روفر لم تنتهي حتى الآن. مع التصميم الجديد الجميل، الشبك الأمامي العريض، الأربع خطوط الجانبيين، وأبعاد عملاقة، طول 5 متر، عرض 2 متر، ارتفاع 1.86 متر، وقاعدة عجلات 2.92 متر. قاعدة عجلات عملاقة وتكنولوجيا جديدة جدا، تكنولوجيا الفول ليد ماتريكس في الإضاءة الأمامية، اللي بتقدر إن هي تتفاعل مع ظروف الجو والطريق، وبتكشف لك الطريق لحد 500 متر أمامي. كمان الإضاءة الخلفية من تكنولوجيا الليد اللون الأحمر الجميل، إلا أن الشكل الجميل ده أوعى يخليك تنسى أصل سيارتك اللاند روفر، سيارة الدفع الرباعي اللي شقت الطرقات حول العالم، واللي بتقدر أن هي تمشي في طرق من المد والمياه لارتفاع متر كامل بدون أي مشكلة. ومن خلال نظام التعرف على الطريق المدمج في السيارة بتقدر أنها تحول نفسها لوضع كومفورت تلقائيا في طرق السفر. كمان بتقدر أنها تمشي على السلوك على الرمال والحصى والصحراء. الا ان علشان تقدر تحقق كل القوه دي، فاحنا حابين نتعرف على قلب الوحش. قلب النبض للسياره، موتور السياره، قلب الوحش. احنا دلوقتي بنتكلم على موتور 5000 سي سي 8 سلندر حرف في. الموتور ده بيخرج قدره 525 حصان و625 نيوتن عزم، موتور سوبر شارجد زي ما احنا شايفين. انت متخيل 5000 سي سي 8 سلندر سوبر شارج ده يبقى عامل ايه؟ الموتور ده مرتبط بجير زد اف من 8 سرعات اماميه. الموتور والجير دول بيدفعوا وزن السياره اللي هو 2220 كيلو، 2220 كيلو، 2 طن وربع. الموتور ده بيقدر ان هو يدفعهم لسرعه 100 كيلو في 5.4 ثانيه. انتوا متخيلين ارقام الاداء؟ وسرعه قصوى 220 كيلو. ممكن ان انت عن طريق التيوننج، لان هي مقفوله الكترونيا، توصلها ل 280 كيلو سرعه. انتوا متخيلين الكتله دي؟ الوحش ده يصل لسرعة 280 كيلو، ومن 0% في 5.4 ثانية. احنا بنتكلم في ارقام اداء خرافية، علشان كده قلت ان ده قلب الوحش. يمكن ده من اقوى المواتير اللي جربناها حتى الان في قوة والقدرة والسعة اللترية. طيب التركيبة دي المفروض انها تكون زي ما احنا بنقول في المصري كده بلاعة بنزين، الا ان بالعكس. العربية دي في المتوسط بتستهلك بنزين 12.8 لتر لكل 100 كيلو. طبعا ارقام مقبوله بالنسبه للحجم الجبار ده. تقدر ان انت تحقق ارقام اقل من كده كتير لو مشيت بسرعه هاديه او على طريق سفر، انما جوه البلد ومع تسارع ومع فرك بتوصل لارقام اكبر شويه. سعه التانك بتاعها 104 لتر. هو طبعا علشان تغذي الوحش ده محتاج تانك كبير، متخيلين خزان وقود 104 لتر. طبعا ده كده القلب النابض للسياره، قلب الوحش. وخلونا نبدا نتفرج كمان على باقي السياره. حوالي
قلت ان انا ما كترش في وصف السياره من الخارج لان احنا عندنا كميه اوبشن داخليا محتاجه حلقتين ثلاثه عشان نقدر ان احنا نوفيهم. مبدئيا احنا هندخل السياره عن طريق كيليس انتري اللي مكتوب عليه لاند روفر. مجرد ما نلمس هنا هنلاقي العربيه بدات تدينا اشارات ترحيب من الامام، في اضويه من الامام اهيت، وهتبدا انها تنزل لنا هنا نور من المرايات علشان تنور لك الارض اللي انت هتركب منها، ونبدا ان احنا نفتح السياره. محتاجه واحد يكون بطل شويه عشان يقدر يفتح الباب بتاعها من تقله. لاحظوا هنا بقى معايا تصميم الباب بيدي احساس بالقوه والفخامه، وفي نفس الوقت انت عندك هنا جلد طبيعي مطرز لونه احمر، هنا هتلاقي جلوس بيانو بلاك او الاسود اللامع، وهنلاقي هنا التحكمات كامله في الكراسي الكهرباء اللي ليها معانا قصه لوحدها واحنا بنتفرج عليها من الداخل. برضو هنا تاني هنلاقي مسند الذراع اللي من الجلد الطبيعي، المقبض من النيكل كروم، وهنا كل الاجزاء دي زي ما احنا شايفين جلد طري تحت ايديك، كل اللي ايدك هتلمسه فهو جلد. ركز بقى معايا في المنطقه دي واتفرج هنا على النظام الصوتي، عايز اخضكم ركز معايا قوي. اي عربيه في الدنيا بتبقى اربع سماعات، يعني يوم ما كده بتبقى ست سماعات، العربيه دي فيها نظام صوتي من 29 سماعه متفرقين في انحاء السياره. زي ما احنا شايفين في الابواب كل باب فيه نظام سيبرت اللي هو نظام بيخرج كل حاجه منفصله في الصوت. هنا البيز الميد رينج او اللي هو الصوت بتاع البني ادم، وهنا التويتر اللي بيخرج التريبلات، فطبعا بيديك احساس بالصوت جبار هنتفرج عليه واحنا بنجرب السياره من الداخل. ده كده الباب. نبدا هنا ندخل على الكراسي، وزي ما قلنا الكراسي عندنا هنا جلد طبيعي، جلد طبيعي مطرز، وفي هنا فتحات للتبريد لان المفروض الكراسي دي فيها تهويه، وفيها كمان مساج. هنتفرج على كميه اوبشن خرافه، وخلونا نبدا نتفرج على الصالون من الداخل ونشوف ايه الاوبشن اللي معانا فيها. اول ما ندخل صالون السياره لاحظ ان انت مش محتاج ترزع الابواب، الابواب شفت. دخلنا جوه السياره هتبدا اول حاجه تقابلك المقود اللي هو رباعي الازرع بالمناطق هنا بتاعت النيكل كروم، بالتطريز الجلد الجميل بالجلد الاحمر جوه، ومكتوب عليه علامه رانج روفر، كل ده جميل. بس هات لي تحكمات في العربيه، فين الزراير؟ مفيش زراير. لاحظ ان هنا مفيش زراير، هنا مفيش زراير، هنا مفيش زراير، عباره عن شاشات سوداء، مجموعه شاشات سوداء. حتى كمان مفيش عندك هنا دراع الفرمله اليد، ولا في عندك هنا تحكم في الفتيس بتاعك او في الجير، مفيش هنا اي حاجه ممكن تتحكم فيها. فين التحكمات؟ خلونا نبدا نتفرج. ركز معايا على الشاشه دي، ركز ان انا معايا كمان على المنطقه اللي هيظهر منها هنا الجويستيك الخاصه بتحكمات الجير، وركز معايا كمان هنا على المنطقه بتاعه تحكمات الدركسيون. كده السحر بدا. لاحظ بقى معايا، نبدا نرجع تاني للتحكمات بتاعتنا. اول حاجه هتقابلك هنا في النص الشاشه ال 12.3 بوصه الخاصه بتحكمات العربيه بالكامل. الشاشه الوسطيه دي اللي هي ال 12.3 بوصه دي، الشاشه دي المفروض ان هي بتظهر لك كل التحكمات بتاعت السياره والانظمه بتاعت القياده اللي احنا هنتعرض ليها لاحقا، ولكن خلينا دلوقتي نبدا نتفرج على باقي التابلو بتاعنا. التابلو بتاعنا هنا فتحات التكييف اللي هي مغطاه هنا باطار من النيكل كروم، الجلد الطبيعي الاحمر، هنا الجلوس بيانو، هنبدا هنا كمان نشوف جلد مطرز. بالنسبه بقى لتحكمات الدركسيون، لاحظ هنا معايا ان انت عندك هنا محدد مسار. ايه محدد المسار ده؟ محدد المسار ده عن طريق الكاميرات اللي بتبقى موجوده هنا، عن طريق الرادار، عن طريق الكاميرات المحيطيه 360، بتبدا ان العربيه تحافظ على مسار واحد. لو انت مسافر على طريق بتبدا انها تمشي على العلامات الموجوده على الارض وتفضل ماشيه عليها لف يمين لف شمال، هي مرتبطه بالعلامات اللي موجوده على الارض. لو انت قلت لي طيب انا دلوقتي خلاص انا سبتها وهي ماشيه لوحدها، جت عربيه وقفت قدامي، جه حد بيعدي الطريق، برضو عن طريق الكاميرات اللي موجوده فيها وعن طريق الرادار بتبدا ان هي تفرمل نفسها اوتوماتيك، ودي من احلى واجمل انظمه الدعم اللي موجوده، وكمان انظمه التشغيل. انت العربيه بتقدر انها تفرمل لوحدها فتبدا ان هي تقيق من الحوادث. العربيه كمان فيها مانع انقلاب، الزرار ده المفروض ان هو سخان للمقود او سخان للدركسيون، احنا مش محتاجينه في حاجه. نشوف عندنا هنا سبيد ليميتر، محدد سرعه، بنبدا ان احنا نحدد لها سرعه 120 مهما انت دوست على البداله، بعد كده هي مش هتزود السرعه عن السرعه اللي انت محددها. المنطقه هنا الشمال فيها التحكمات بتاعه المالتي ميديا، وهنلاقي كمان التحكمات الصوتيه، العربيه بتشتغل بالاوامر الصوتيه. نرجع للتابلو بتاعنا، هنلاقي هنا جلد، هنلاقي هنا في المنطقه الخلفيه دي في هيد اب ديسبلاي بيجيب لك كل البيانات بتاعه القياده، هو كاتب هنا دلوقتي 0 كيلومتر. الجنب هنشوف هنا زي ما شايفين التحكمات بتاعت الكرسي اللي هو بجانب السائق، هنلاقي برضو تحكمات كهرباء بالكامل. وبرضو تاني هبدا افرجكم دلوقتي الكراسي فيها شويه دلع جامدين جدا غير الكراسي الكهرباء العاديه بقى والميموري والكلام ده. هنبدا ننزل لتحت ونلاقي فيه هنا اضاءه موجوده في الدواسات، ندور على الدرج بتاع التابلو هنلاقي ان فيه هنا درجين، الدرج السفلي زي ما احنا شايفين هنا كده ودرج مساحته كبيره، والدرج العلوي.
اللي موجود هنا في الخلف هنا هنلاقي معانا هنا الخزان بتاع الاسطوانات بتاع منظومه المالتي ميديا. خلونا هنا نبدا نتفرج هنا على الشاشه العشرة بوصه. زي ما قلنا ان فيها نافيجيشن، فيها نظام المالتي ميديا، وفيها بلوتوث. في عندك هنا نظام التكييف، وفي هنا النظام بتاع التكييف بتاعها مش نظام ثنائي المناطق زي بعض السيارات الفخمه، لا ده رباعي المناطق. يعني انت في عندك كل كرسي من الامام ومن الخلف يقدر يتحكم في درجه حراره خاصه بيه. كمان هنبدا نتفرج على السيتس. السيتس دي بقى متعه. ليه؟ اولا زي ما احنا شايفين هنا كده انت ممكن ان انت تبرد وتسخن الكراسي، كرسي بتاع السائق والكرسي بتاع الراكب الامامي، وبتبدا ان انت من خلال دي البقره دي والبقره دي خلي بالكم ان هي تاتش برضو، بتبدا ان انت تسخن وتبرد. الفكره هنا مش تبريد وخلاص، لا ده بيضخ لك هواء بارد. هل المتعه وقفت عند هنا؟ لا، خلي بالك معايا كده. كمان هنبدا ان احنا نبص هنا في نظام تدليك، ونظام التدليك ده بتقدر ان انت تتحكم في الدرجه بتاعته كمان. والنظام التدليك كمان مش تدليك وخلاص، لا انت ممكن تتحكم بقى، عايز بلس، عايز ويف، عايز كمان هوت ستون. يعني هوت ستون ده ان هو النظام الصيني اللي انت بتبدا فيه تحس باحجار سخنه بتتحرك على ظهرك، وطبعا ده نظام ممتع جدا وانت سايق العربيه. هنا المنطقه الوسطيه دي لو احنا حبينا ان احنا نخلي الشاشه دي مربوطه بنظام المالتي ميديا هتبدا انها تشتغل معانا برضو. هنا التحكمات بتاعت الفيكل، وهنا السيتنجز. السيتنجز هنا ممكن انت تختار انت عايز الديسبلاي تظهر لك ايه، تظهر لك الدرايفر مودز ولا سيتس ولا اللاست يوز ولا الفون ولا اي حاجه انت عايز الشاشه اللي هي السفليه دي تظهر لك، هتبدا تشتغل عليها، انت مش مرتبط بحاجه معينه. تمام. طيب هنرجع تاني للسيتنجز بتاعتنا، هنلاقي هنا كلايمت او اللي هو التكييف، والتكييف هنا تقدر ان انت تشغل كل حاجه فيه اوتوماتيك وعادي، وبرده الاوتو بلايند اللي احنا قلنا هنا نظام النقطه العاميه بتشغله وبتطفيه. وفي عندك هنا كمان من يعني من الاوبشن الدلع قوي ان انت التكييف او الهواء اللي انت هتشمه جوه العربيه في فلاتر بيعدي على فلاتر تنقيه الاول، وتضيف ليه مجموعه من الروائح تبعا للمود بتاعك، وممكن ان انت بتتحكم في الروائح دي من خلال شاشه التابلو. دي الشاشه الوسطيه. كمل معايا لتحت شويه ونبدا هنا نتفرج على عصايه الجير، ونبدا هنا نتفرج على طبعا الكاميرات 360. وفي هنا التحكم ده مرتبط باتجاه حركه المقود زي ما شايفين هنا كده. وخلي بالكم كمان من ضمن المميزات في الكاميرات في العربيه دي ان هي مش مساله ان هي كمان بتحافظ على المسار وبس، لا دي كمان بتبدا ان هي تتابع اشارات الطريق، لو في عندك تحديد للسرعه، لو في تحذيرات، لو في حتى كمان بقابلك رادار بتبدا ان هي تحذرك وتبدا ان هي تقلل سرعتها. لو انت مفعل لها الاوبشن ده تبدا ان هي تقلل سرعتها تبعا لسرعه الرادار اللي انت داخل عليه. كمان في عندك نظام النقطه العاميه، بص هنا كده لاحظوا ان المرايه هنا عطيانه اضاءه صفراء، شايفينها دي؟ الاضاءه الصفراء دي ليه؟ لان انا جنبي هنا جنب الباب في حيط فهو مضايقها، فهي بتقول لك ما تتخطاش. لو انت مفعل النظام ده، لاحظوا معايا او ركزوا معايا، لو انت مفعل نظام النقطه العاميه فيها انتوا عارفين ايه اللي بيحصل؟ العربيه دي مش هترضى. يعني لو جيت احول كيب دركسيون هتلاقي الدركسيون بيقاومك مش راضي يحول طالما في حاجه ممكن انها تسبب لك ضرر او تخبطك في الجنب اليمين او الشمال. طبعا اوبشن جميل قوي. هنيجي هنا للان زي ما شايفين، وهنا الدي، ولما بنجيب على الدي هيبدا يجيب لنا هنا عشاق السيارات مع عصام غنايم، شايفينها اهي منوره الدنيا. المهم هنا بيجيب لك الكاميرا الاماميه، ونبدا ان احنا نرجع تاني للان بتاعتنا. نرجع هنا نكمل في المنطقه الوسطيه، وهنلاقي هنا علامه لاند روفر الشركه المالكه، وهنا كل ده معدن. هنبدا هنا كمان نشوف المنطقه دي، وهنلاقي فيها هنا الجراب ده بتبدا ان انت تسحبه تحته اتنين كاب هولدر. المنطقه دي بقى اللي هي بتاعت اوضاع القياده او انظمه القياده، لو انا ضغطتها كده لتحت فهي بتبقى على نظام اوتو. على نظام الاوتو من خلال الكاميرات المتوزعه على السياره من خلال الرادار بتبدا ان هي تحدد نوع الطريق اللي انت هتمشي عليه، وتبدا ان هي تعلي وتوطي وتعمل كل حاجه لنفسها لوحدها بدون ما انت تتحكم. تمام؟ بتبدا ان هي تعاير نفسها على الطريق بتاعها. طيب انا عايز اشتغل بنفسي انا، هتبدا ان هي العربيه بتختار انت هنا بقى البروجرام اللي انت عايزه. هنا هنركز بقى على انظمه القياده، وركزوا معايا قوي. العربيه دي فيها انظمه قياده متعدده، والجميل في انظمه القياده ان كل نظام فيهم بيعمل تشغيل كامل للسياره باختلاف كامل، حتى التكييف بتقدر تتحكم فيه. يعني احنا لو جبنا هنا على الايكونومي لاحظوا سمعتوا صوت التكييف، التكييف هدى علشان يوفر بنزين. نظام الايكونومي طبعا جاب لك هنا في الخلفيه اشجار، والاشجار دي يعني هو كده بيحافظ على البيئه. ولاحظوا ان انا لما هغير اي نظام من هنا النظام كمان بيبدا ان هو يتغير في الشاشه الوسطيه اللي احنا شايفينها هنا كده. ده الدايناميك
بروجرام سيلكتد. لاحظوا كمان ان في نقطه مهمه قوي بالنسبه للعربيه دي. العربيه دي يا جماعه بتقدر ان هي تتحكم في الارتفاع بتاعها لان الارتفاع بتاعها كله هيدروليك. العربيه دي تاني ركز معايا, العربيه دي بتعلى وتوطى كمان وبتقوي المساعدين بتاعها وبتخليهم ناعمين تبعا لنظام القياده. يعني خلينا هنا نجيب النظام هنا على نظام الساند بروجرام. شايفين العربيه هتلاقوا الارتفاع بتاعها بيبدا ان هو يتغير. لاحظ كده وبص كده على وش البي ام. انا هثبت هنا الكاميرا, اتفرج كده على وش العربيه, لاحظوا الاضاءه, لاحظوا ان وش العربيه كله بينزل وبعد كده الظهر بتاعها ينزل. لو اخترنا نظام تاني او نظام كومفورت, لاحظوا العربيه تبدا تطلع. لاحظوا شايفين الاضاءه وهي بتطلع, العربيه تبدا تتحكم في الارتفاع بتاعها ده اتجاه وكمان في قساوه وتراوت المساعدين بتوعها, وده حاجه ممتازه جدا. لاحظوا هنا كمان في نقطه ان العربيه دي فيها نظام تحكم في الجر او نظام توزيع في تحكم الجر مختلف تبعا لنظام القياده. لاحظ كده بقى معايا هنا, انت العربيه دي بتعمل لنفسها ديفرنشال لوك اوتوماتيك لما بتيجي تمشي في رمل او مد او بتمشي في صحراء, بتبدا ان هي تعمل او تعمل لوك تبعا لاحتياجها. يعني الاطار اللي عليه حمل هو بس اللي بيوصل له قدره. طيب انا لو عايز اعمل لوك للاطارات كلها, عايز الاطارات كلها, طبعا ده باين عندنا هنا كمان في الهيد اب ديسبلاي هنا, اهي بتهيالي كده واضحه قوي قدامكم اهوت. برضو احنا هنا لما بنغير نظام القياده بتبدا ان هي كمان تبدا ان هو يبان لك هنا الديفرنشال لوك بتاعك موجود ولا لا. شايفين كده بدا يظهر معانا على الهيد اب ديسبلاي هنا نظام الديفرنشال لوك, وان هو بيقول لك ان انا هبدا اعمل لوك او هبدا ان انا اوزع اللوك بتاعي تبعا لاحتياجي. كده الصالون من تحت. في الامام نبدا نطلع لفوق وهنلاقي هنا المرايه بدون حواف اللي هي فريملس. هنبدا هنا كمان نبدا نتفرج على المنطقه الوسطيه اللي هتلاقيها عندك هنا برضو جلوس بيانو بلاك, وهتلاقي هنا التحكمات بتاعه الحاجب الشمسي. سقف بانوراما بالكامل. ركز معايا هنا ان احنا دلوقتي احنا قلنا مفيش فرمالة يد واضحه قدامنا نظرا لان فرمالة اليد هنا موجوده, فرمالة يد فينجر بريك زي ما احنا شايفين هنا كده. منطقه المسند الوسطي برضو تحفه, جلد وعريضه وحاجه جميله كده, بجانب ان في اصلا مساند هنا كمان مساند ثانيه للذراع متحركه ليك وللراكب الامامي. طيب كل الدلع ده ومفيش ثلاجه في العربيه, ما اقدرش احرمك من متعه. هنا هنبدا ان احنا نفتح ونتفرج على ثلاجه حرفيا. انت في معاك هنا فريجيدير في العربيه, مش مساله تبريد جاي من الهواء بتاع التكييف, لا ده انت عندك هنا فريجيدير شايفه عامل ثلج, هو كون ثلج شايفينه, وبتقدر ان انت تتحكم كمان في قوه التبريد بتاعته من هنا, وممكن انت تطفيه بالكامل زي ما احنا شايفين. يعني ايه تبقى بزنس مان؟ يعني كل اللي حواليك, كل ما هو حولك بيدلعك وبيخدمك, وده اللي العربيات البزنس مان ستايل بتعمله. ركز بقى معايا وابدا اتفرج معايا يعني ايه عربيه بتخدمك. عربيه كل الاوبشن اللي فيها وكل الدلع اللي فيها موجه للراكب الخلفي يمين. وهنبدا بابسط حاجه. اول حاجه انت عندك هنا زرار, الزرار ده بتقدر تتحكم فيه انك تتحكم في الازاز بتاعك بس او تتحكم في الازاز بتاع الجنبين. ولما نيجي ننزل الازاز زي ما احنا شايفين هنا كده, بص لي كده على حرف الازاز, هتلاقي ان حرف الازاز ده عباره عن ثلاث طبقات, طبقتين زجاج والطبقه الداخليه كمان عازل للصوت. في عندك هنا كمان في اضاءه, الاضاءه دي كمان ممكن تتحكم في القوه بتاعتها. والادهى والامر ان انت ممكن تتحكم كمان في الاضاءه بتاعتها, عايزها بيضاء, عايزها صفراء, عايزها قويه, عايزها ضعيفه, على حسب انت عينيك ما هتستريح. اللي بعد كده انا دلوقتي قاعد والشمس مضايقاني وعايز اقفل الحاجب الشمسي, من هنا بلمسه واحده هبدا ان انا اقفله. كل التحكمات دي لاحظوا ان هي بتتعمل من عندنا, مش محتاج ان انا اجي عند السائق. كمان هنا عندك بتقدر كمان تقفل وتفتح منظومه الصوت بتاعه المالتي ميديا. ده كده التحكمات بتاعه الاوبشن. تيجي نكمل دلع, تعالوا نكمل دلع. كل العربيات الفخمه بيكون فيها تحكم كهربائي للكراسي الاماميه, الا انك لما تبقى بزنس مان فلازم يبقى لك تحكم خلفي. بص هنا كده في عندك هنا تحكم خلفي زي ما احنا شايفين بثلاثه ميموري, بس هل ده كافي؟ لا, انا المهم مش مهم السواق اللي قدام. كمان اقدر ان انا اتحكم في الكرسي الامامي, اطلعه لقدام زي ما احنا شايفين هنا, ارجعه لورا زي ما انا عايز, اقدر اتحكم في التحكم كامل بتاع الكرسي الامامي لان انا المهم.
ركز بقى معايا كمان، انا دلوقتي راجع من الشغل وعايز استريح، عايز مساج، هبدا ان انا ادوس على الزرار ده فيبدا ان يتعمل لي مساج خلفي. انا دلوقتي حاسس في مساج شغال في ظهري. طيب انا دلوقتي كمان غير المساج انا عايز انام اريح، تعبان وعايز راجع من الشغل اريح، اعمل ايه؟ ادوس على الزرار ده وابداوا لاحظوا بقى كل اللي هيحصل. ده هيبدا يتحرك لقدام، الكرسي ده هيبدا ان هو يتقفل. لاحظوا هنا كمان ان هيبدا ينزل لي هنا مكان احط رجلي فيه، كله ده كهرباء. هيبدا كمان المخدع اللي فوق ده يتقفل، وهتبدا هنا الشاشه تنزل لتحت عشان تحقق لي رؤيه اوضح. وابدا هنا كمان يطلع هنا زي ما شايفين، علشان تسند رجليا. وابدا بقى مرحله البشويه، مرحله الانجعاص. تبدا بقى تنام وانت كده بتتمسج ونايم مفروض باشا في مكانك. ده كده معنى ان انت تبقى بيزنس مان. طيب هل الدلع وصل لحد كده ووقف؟ لا، خليك معايا. احنا دلوقتي هنبدا نتفرج على المنطقه الوسطيه اللي ملانه دلع. هنا فتحتين تكييف خلفي، قشطه تمام. احنا قلنا ان التكييف بتاعها رباعي المناطق، بمعنى ان انا اقدر اتحكم هنا في السرعه بتاعت المراوح بتاعت التكييف بتاعتي، واقدر كمان اتحكم في درجه الحراره لو انا عايز. هبدا ان انا اضغط هنا واتحكم في درجه الحراره بتاعت التبريد بتاعي، تمام. كمان اقدر اتحكم في التبريد اللي بيحصل في كرسي ورا، لان الكراسي اللي انا قاعد عليها دلوقتي دي فيها فتحات بتطلع هواء بارد، بجانب انها بتمسجني وبجانب انها بتعمل كل حاجه. في عندك هنا كمان زي ما قلنا هنا التكييف هنا، وممكن كمان ان انت بتطفي وتفتح زي ما شايفين هنا التحكم ده تاتش، وماشي الكنطره اللي بيديك احساس برضو بالفخامه، المقابض الجلد الطبيعي. ابدا انزل معايا هنا تاني، هتلاقي هنا في فتحتين عندك، الفتحتين دول المفروض ان هم هتحط فيهم ولاعه لو عايز، وهنا مخرجين يو اس بي او ممكن انت تشحن منهم. الجميل قوي 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 قوي، انزل بقى معايا تحت هنا كده واتفرج هنا على مخرج 220 فولت. 220 فولت انتوا عارفين ده ايه؟ ده كده لو انت معاك لابتوب، لو انت معاك اي حاجه محتاج كهربه بيت، انت معاك فيشه كهربه بيت. انا دلوقتي جايب اي حاجه عايز اشربها، المخدع اللي في النص برضو كهرباء. اتنين كاب هولدر. بصوا يا جماعه، انا قلت لكم ان انتوا هتتفرجوا على العربيه هي مقياس الفخامه، يعني انت بتتفرج على حاجه كده للمزاج وبس. لمسه واحده تبدا تقفل ده كله عشان ترجعه تاني كما كان. احنا كده اتفرجنا على الصالون من الامام ومن الخلف، اللي باقي لينا بس الشنطه اللي برضه ملانه اوبشن ودلع وحاجه فخمه قوي، هنتفرج عليها ونبدا نقول بقى راينا الاخير في العربيه. يلا بينا. العملاقه يا جماعه لازم تبقى اكيد شنطتها عملاقه. شنطه الرانج روفر 639 لتر، طبعا اكيد هتفتح كهرباء بس في حافه تحميل عاليه قوي، ما تقلقش الشنطه بتفتح نصين. حافه التحميل فلات زي ما شايفين، ومساحه جباره، انت معاك شنطه عملاقه بجد. بس برضه انا عشان اجيب شنطه من على الارض وارفعها الارتفاع ده حاجه مرهقه، العربيه ضخمه بجد، العربيه ارتفاع عالي. بس ما تزعلش نفسك، ركز بقى كده معايا واتفرج. لاحظوا العربيه نزلت لحد فين؟ انت بتتحكم في ارتفاع ظهر السياره عشان تقدر ان انت تطلع شنطه، تخرج شنطه وانت مستريح، بتطلعها وتنزلها زي ما انت عايز. انتوا متخيلين الدلع وصل لحد فين؟ بالنسبه هنا للمنطقه الخلفيه فهنلاقي في هنا الفرده السبير، والفرده السبير جنط اسود برضه، اقصى سرعه ليه 80 كيلو، ممتاز. لاحظوا معايا هنا ان الفرده السبير دي اللي هي المفروض انها فرده رفيعه مش بتاعه جري مش بتاعه سرعات. لاحظوا هنا العرض بتاعها كام؟ 195 70 20، يعني الفرده الرفيعه بتاعتها عرض المداس بتاعها 195، فيعني المهم. طيب انت مش مكفيك مساحه الشنطه، انت عايز بقى تحط مركب جوه مثلا، جايب عربيه صغيره وعايز تدخلها. شايفين هنا المساحه معانا قد ايه؟ طيب في اكيد اضاءه هنا خلفيه، في هنا فتحات تكييف خلفيه، في عندنا هنا كده كمان في هنا مكان لولاعه لو انت عايز او لشاحن، والاجمل ان انت عندك هنا مخرج 220 فولت كهربه بيت ثلاثي المداخل او قابس 220 فولت، بحيث ان انت لو عايز تشغل من العربيه اي حاجه، لو انت جايب مثلا معاك غساله وعايز تغسل ورا، لو انت جايب معاك ثلاجه وعايز تشغلها ورا، مش عارف هم بيعملوا كده ليه فينا يعني. ايا كان كميه دلع واوبشن
فوق ما انتم تتخيلوا. هيبدا يقفل كل حاجه تاني كما كانت. العربيه دي باختصار عربيه لرجل اعمال، عربيه رفاهيه، عربيه قوه، عربيه متميزه قوي، عربيه اقرب منافسينها في الفئه دي المرسيدس جي كلاس، الا ان العربيه هنا تتميز عن الجي كلاس بمستوى رفاهيه اعلى، والاهم في نعومه. عربيات الجي كلاس في المرسيدس ممتازه ولكن ناشفه شويه، بتحسسك الاحساس الصلب بقى بتاع الدفع الرباعي، الا ان العربيه دي عربيه لكشري، عربيه فيها فخامه جامده قوي، وفي نفس الوقت بتديك زي ما قلنا احساس فخم جدا، ناعم جدا، وزي ما انت عايزها هتكون. عايزها عاليه هتعلى، عايزها واطيه هتوطى، شوف انت حابب ان انت تعمل ايه، هي هتكون معاك. ونبدا نرفع ظهرها تاني. اتمنى ان يكون الريفيو ده عجبكم. زي ما قلنا لو انت حابب تقتني السياره دي بعرض سعر مناسب اتواصل معانا بالرقم الموجود تحت الفيديو. طيب العربيه غاليه عليك وال 4 مليون ونص تقال، وعايز حاجه اقل شويه في السعر، نتكلم مثلا في 3 مليون 600، ممكن ان احنا نتكلم في رانج روفر سبورت، نفس العربيه ولكن السبورت بتاعتها اللي بتكون رياضيه اكتر ولكن بكماليات اقل شويه من العربيه الفوج اللي هي زي ما قلنا البيزنس ستايل، او اللي هي مختصه برجال الاعمال اكتر، اللي فيها اوبشن ورفاهيه اعلى قوي. في بعض الناس مش محتاجه كل الرفاهيه دي وعايزه تقتني الوحش بنفس الموتور بنفس القوه، فانصحكم برانج روفر سبورت اللي هي اقل في السعر زي ما قلنا، سعرها 3 مليون و600. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، دوس اعجاب، اشترك في القناه، اتصل بينا لو انت حبيت تقتني السياره الملكيه من انجلترا. السلام عليكم.